وينظر إلى موضع سجوده كما فعل عليه الصلاة والسلام لما صلى في الكعبة. فقال بعض العلماء ينظر إلى إمامه، وذلك لأن الصحابة كانوا يرقبون النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، وكانوا ينقلون لنا ما يفعله. وأما الإمام فيقول بعض العلماء يرى جهة القبلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف عرضت له الجنة والنار فرآهما، ولكن هذه أحوال عارضة، فالأقرب أنه ينظر وهو من السنة إلى موضع سجوده، إلا في الإشارة عند التشهد لما جاء عند أبي داود كان لا يجاوز ببصره إشارته.